أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام. ابتداء من هذه الأمسية إن شاء الله سحب ستلتحق تقريبا على كافة المناطق الساحلية حتى على المرتفعات الداخلية خلال إن شاء الله احتمال لبعض الزخات من المطر، وضمن التيارات غربية جنوبية غربية رطبة مضطربة على حوض المتوسط وشمال البلاد، فعليها خلال يوم الغد اضطراب جوي سيكون سريع الحركة قليل النشاط، احتمال لبعض الزخات من المطر المتفرقة على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية. رياح ستشتد على الوجه الساحلي الغربي تصل الى 50 كيلومتر في الساعه، بعض الامطار المتفرقه كذلك على شمال الصحراء منطقه الواحات ومناطق الجنوب الشرقي. خلال هذه الليله وصباحه الغد ان شاء الله درجات الحراره الدنيا تتراوح ما بين 3 درجات لغايه 12 درجه على الواجهه الشماليه، 8 درجات على ولايه بشار، 9 درجات على ولايه اليزي، 12 درجه على كل من بسكره المغير توغرت غردايه، كذلك اقول كذلك جانات 13 درجه على تمنره، سترتفع لغايه 17 درجه على اقصى الجنوب. خلال ظهيره الغد درجات الحراره القصوى في تراجع تقريبا على كافه المناطق الشماليه خاصه على المرتفعات الداخليه، ننتظر 12 درجه كده المقياس على تبسه، 15 درجه على سطيف، 18 درجه على عاصمه كذلك الجلفه، مقاييس ما بين 23 الى غايه 24 درجه على شمال الصحراء، نفس المقياس على ولايه تندوف، ترتفع لغايه 31 درجه على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي، لكن طقس حار سيميز اقصى الجنوب لتقارب 35 درجه. البحر خلال يوم الغد ان شاء الله هناك تموج بحر قليل الاضطراب الى مطر محليا تقريبا على كافه السواحل خاصه السواحل الوسطى والغربيه، رياح معتدله الى قويه نسبيا على الواجهه الغربيه لكن ضعيفه تماما على الواجهه الشرقيه. حول الطقس على بعض عواصم قاره اسيا اين امطار تقريبا على كافة العواصم على كل من طوكيو، هونغ كونغ، بانكوك، داكا، كذلك سنغافورة وجاكرتا، بينما أجواء مشمسة على بكين ونيو دلهي بالهند مع 26 درجة، 27 درجة على داكا، لكن ترتفع طقس حار مع نسبة رطوبة عالية على مانيلا مع 34 درجة. وقت شروق الشمس ليوم الغد بداية الأسبوع إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 37 دقيقة. ولا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس مواقع الأرصاد الجو الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.